السود قرود لا تتأرجح مثلهم على أغصان الأشجار. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون، حيث نناقش الكتب والمواضيع المهمة، ونتابع اليوم حكايات تريفور نوا في كتابه جريمة الولادة، بعد أن توضحت لنا الكثير من الأمور التي صنعت منه الرجل الذي نعرفه الآن. ونستمر في الحكاية ليذكر لنا تريفور شيئا عن والده الحقيقي، والده الذي أنجبه، والذي رفض أن يترك تريفور وحده دون أن يعرف عنه شيئا. كان والد تريفور نوا رجل سويسري طباخ قد أتى إلى جنوب أفريقيا وفتح مطعما، وكان هذا المطعم للرجال البيض في غالبهم، لكنه كان من الذين يرفضون العنصرية ويرفضون التفرقة والتمييز، فكان مطعمه للجميع. لكن هناك العديد من الأشخاص من الملونين والبيض الذين رفضوا أن يكونوا في نفس المكان الموجودين به كسود، ومع الوقت بقي البيض يراقبون السود كيف يأكلون، وحضر السود إلى هذا المطعم ليراقب أيضا كيف يأكل البيض. حصل نوع من الفضول كيف يأكل السود وكيف يأكل البيض في نفس المكان من مراقبتهم لبعضهم، وحصل نوع من الألفة. لكن هذه الألفة بعض الأشخاص الذين يدعمون فكرة التفرقة العنصرية والحكم العنصري رفضوا هذا الأمر وقاموا بتقديم شكاوى على هذا المطعم. فبالتالي عندما أتت الشرطة حقق في عمل المطعم وجدت أن أوراقه سليمة، فلم يتمكنوا من إغلاق المطعم، لكن أخبروه بشيء. قالوا لهم أنه يجب عليك أن تضع مرحاضا لكل نوع لكل جنس، فالبيض لهم مرحاض خاص بهم، والسود لهم مرحاض خاص بهم، والملونون لديهم مرحاض خاص بهم. فبالتالي قالوا لهم إن فعلت ذلك سيصبح نصف المطعم مراحيض. فقالوا له هذا هو حلك الوحيد. فبعد فترة قام بإغلاق هذا المطعم. لكن الفكرة أن والدة تريفور نوا أرادت من نوا نفسه أن يرى والده ويلتقي به، وكان الوالد يريد أن يرى ابنه، فلم يكن يكره تريفور نوا أبدا. فبالتالي عند التقاء تريفور ووالده كانوا يلتقون كل يوم أحد، وكانت اللقاءات بسيطة، كانوا يلعبون الرياضة أو يستمعون إلى الموسيقى، يشاهدون فيلما مع بعضهم، ثم يوصله إلى منزله، فلم تكن العلاقة ذات مشكلة. ثم انقطعت العلاقة فترة 10 سنوات إلى أن وصل تريفور سن 25 لتخبره أمه مرة أخرى عليك أن تلتقي بوالدك وتبحث عنه. لكن وقتها كان الوالد بسبب الضغوطات التي حصلت وبسبب طبيعة عمله اضطر أن يعود إلى سويسرا مرة أخرى. وفي سويسرا لا يوجد أي ذكر أن هذا الرجل قد أنجب تريفور نوا، ولا يوجد حتى أي دليل في جنوب أفريقيا على أن هذا الرجل قد أنجب تريفور نوا. فتريفور نوا ابن هذه المرأة الجنوب أفريقية وليس له علاقة برجل أبيض. فحاول عدة مرات مع السفارة إلى أن أخبروه في النهاية إذا وجدنا رجلا بمواصفاتك هذه سنرسل له رسالتك، لكن إن لم يرد لعلاقتنا بالأمر. وبالطبع بعد فترة بضعة أشهر يرسل له والده رسالة ويخبره فيها أنه فرح بمحاولته للوصول إليه. يحاول تريفور نوا السفر ويذهب إلى سويسرا ليلتقي بوالده، لكن وجد تريفور نوا نفسه بعد انقطاعه لأكثر من 10 سنوات عن والده. هل يحبني؟ هل يكرهني؟ هل غادر فقط لأنه يريد الابتعاد عني؟ وما وجهة نظره بي؟ كانت لديه الكثير من الأفكار حول والده، يريد أن يعرف إحساس والده البيولوجي عنه. فتريفور عاش مع والدته عندما تزوجت من رجل آخر، لأنها كانت رافضة للزواج في البداية، وبعد فترة أجبرتها الظروف على الزواج من رجل آخر أسود، سنأتي على ذكره لاحقا. فبالتالي وجد تريفور نوا والده وأراد أن يتعرف عليه. أهم ما يميز والد تريفور نوا هو السرية، أنه إنسان كتوم لا يتحدث كثيرا ولا يعرف الكثير عنه شيئا، فحتى بصعوبة كبيرة تمكن من معرفة مكان سكنه. لكن عندما قضى مع تريفور نوا بعض الوقت قال له والده يمكنك أن تتعرف علي وأن نجلس معا ونقضي وقتا معا. فأهم ما عرفه تريفور نوا عنه قال له أنك رجل كتوم لا أعرف عنك الكثير من الأشياء. لكن ما صدم تريفور هو أن والده أخرج في يوم من الأيام ألبوم صور كبير وفتحه أمامه ليراجعه، فوجد أن والده كان يتابع أخباره دائما ولديه صور عن تريفور نوا بالإنجازات التي قام بها بالسنوات 10 الماضية. فخلال 10 سنوات تمكن تريفور نوا من تقديم عدة برامج، ومنها أصلاً وصل إلى المرحلة التي وصل إليها في أمريكا. ثم رأى والده، فكان والده يضع صورا ويكتب عليها كل شيء وهو يتابع بحرص ذكريات ولده الذي لم يعش معه. فتريفور وجد أن والده يحبه ويقدره، ومن بعد ذلك افترقا بشكل طبيعي جدا. فكان على تريفور نوا أن يعود إلى عائلة طبيعية، ثم يعود بنا تريفور إلى حياة في الماضي، إلى حياته مع والده ليمضي ليرينا كيف كان يمضي هذه الأيام. وأخبرنا أن في هذه الحياة في جنوب أفريقيا كان هناك نوع من بث النزاعات بين البيض والسود والملونين، وأعطوا أساسا فرصا معينة للملونين لكي يرتقوا إلى مرحلة البيض. فبالتالي كان التلاعب بالقانون غريبا جدا، لدرجة أنهم كانوا يرون أنه يمكن للأسود إن وصل إلى مرحلة معينة من إنكار تاريخه وثقافته وحضارته ولغته وتصرفه بسلوكيات معينة وتعلمه للغة الإنجليزية أن يلتقي بمرتبة السود إلى مرتبة الملونين، وأن الملونين بطريقة معينة
معينة يمكنهم أن يرتقوا إلى مرتبة البيض، لدرجة أنه حتى أحد الاختبارات التي ذكرها تريفر نوا هو أنهم يضعون قلم حبر في شعرك، فإن مر قلم الحبر هذا من شعرك سيعترفون بأنك أبيض أو أنك مؤهل لأن تصبح أبيض. أما إن علق هذا القلم في شعر رأسك فسيقولون أنك أسود أو ستبقى ملونا أو ستبقى في المرحلة التي أنت بها. أي أن الأمر مزاجي وأن الأمر لا يعدو كونه تلاعبا من البيض بحياة الملونين والسود، هذه بصراحة واضحة جدا. ومع ذلك باقي الملونون والسود يحاولون أن يصلوا إلى أن يكونوا بيض، وحتى بعض البيض يمكنهم أن يقعوا إلى مرحلة الملونين أو السود إن حصل اختلاطهم في الأنساب أو حصلت مشاكل وخالفوا القانون عدة مرات. لكن حكاية تريفر نوا دائما هو أنه عندما يذهب إلى مدارس مختلفة دائما كان هو الوحيد ولم يكن يشعر بالانتماء، مع أنه قادر على التعامل مع جميع الطبقات، لكن قدرته على التعامل مع السود وتحدثه لغتهم كانت سببا للبيض ليرفضوه، وقدرته على التعامل مع البيض والحديث معهم كانت سببا لكي يرفضه السود، وبالتالي حتى الملونين كانوا يختارون إما جانب البيض أو جانب السود فبالتالي كانوا يرفضونه، فكان هذا أمرا صعبا عليه أن يرى الفروقات الواضحة أمامه وطريقة تعامله معهم وبالتالي يرفضونه، وهذا مما عرضه للتنمر في كثير من الأوقات. ثم يذكر لنا حادثة شجرة التوت، بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى مدرسة أخرى وحصل فعل عنصري واضح، كان يتلقى الكثير من محاولات التنمر لكن يتحملها ويمضي في حياته، فهو ليس لديه خيار آخر. لكن حدث شجرة التوت أنه صعد في يوم من الأيام ليلتقط توت من الشجرة، وعندما نزل أخبر أحد الملونين أنه يريد أن يرى كم التقط من التوت، فعندما أعطاه إياه رماه على الأرض، فقام تريفر نوا بكل بساطة بصعود الشجرة مرة أخرى ليلتقط التوت من جديد. فجأة بدأ جميع الأطفال الملونين الذين لا يعتبرونه واحدا منهم برمي كل أنواع التوت عليه، فبالتالي لم يجد نفسه إلا هو يحمي نفسه، وبالتالي بدأ في البكاء، وعندما وصل إلى المنزل كان يبكي وجسده كله مدرج لون التوت الذي قد يبدو لون دم، فعندما ورته أمه تفاجأت فأخبرها أن أبناء الحي كانوا يرمون عليه التوت، فأصبحت تضحك، فقال لها هذا ليس أمر مضحكا، لماذا تضحكين؟ فقالت لقد جرحوك نفسيا لكنك بدنيا لم تجرح، فاترك عنك هذا الأمر واستمر واذهب واغتسل واستمر في حياتك. الفكرة هنا أنها كانت تحرص على أن يكون ابنها سليما جسديا، لكن من الناحية النفسية كان ما فعلته هي من هذا الاستهزاء ما هون عليه بصراحة، فهي لم تكبر من المشاكل النفسية أو المشاكل التي لها علاقة بالمشاعر لأنه يمكن تجاوزها باستهزائك بها وتركها. لكن تريفر نوا تعلم هذا الدرس منهم. لكن تريفر نوا رفض قرار والدته بالاستهزاء بهذا الأمر وأخبر زوج أمه أبل. أبل زوج أمه كان أسود البشر وكان إنسانا يعرف عنه أنه عصبي وكان يشرب كثيرا، لكن هذا الشرب أدى إلى وضعه في مزاجيات مختلفة، وأصر تريفر نوا مع رفض والدته لهذا الأمر وتقليلها من أهميته أن يخبر زوج أمه أبل بالذي جرى، فقد أراد أن يأخذ وجهة نظر رجولية ويرى ردة الفعل، فقام تريفر نوا بالشكوى وأخبره بما جرى، فقام أبل بأخذ تريفر نوا وعاد إلى مكان تلك الشجرة وكان الأطفال هناك، كان الفتية الذين ضربوا، فأخبره أنهم هؤلاء هم الذين ضربوني وهؤلاء هم الأطفال الواقفون عند الشجرة ويمكنك أن تتعامل معهم. فذهب أبل زوج والدة تريفر بتصرف لم يتوقع تريفر أن يراه، فلم يكن ما جرى مجرد عقوبة بل أمسك بالأطفال وضربهم وأمسك بقائدهم الذي كان يريد أن يتسلق الشجرة، أمسكه ورماه على الأرض ومسك غصنا عراه ونزل به ضربا وضربه ضربا مبرحا جدا، لدرجة أن تريفر ندم على أنه أخبر أبل بهذا الأمر. فلم يكن أبل يعاقب هذا الفتى لمجرد أنه قام بفعل شنيع مع تريفر، بل كان يعاقبه ليخرج فيه كل الحقد الذي خرج من العنصرية بهذا الفتى، فاعتذر هذا الفتى وكأنه يعتذر عن كل المصائب التي قام بها بحياته، ثم عاد مرة أخرى إلى المنزل ليجد أن والد هذا الفتى قد تبعهم ووصل إلى منزل تريفر وأراد أن يتحدث مع أبل زوج أم تريفر، فخرج له أبل وواجهه مواجهة صعبة وكأنه هدده بالأذية، فبالتالي رجع هذا الرجل يجر ذيله بين قدميه. تستمر الحكاية التي تؤثر في شخصية تريفر وتبنيها إلى أن تصل إلى حكاية المشاعر، فيتحدث بنا تريفر عن علاقته بالفتيات والتي لا يعرف عنها شيئا، مع أن أمه كانت دائما تحاول أن ترسل إليه رسائل معينة وتعلمه حتى ولو بطريقة مباشرة عن المواعدة والفتيات والمرأة، فهي طيلة عمرها وهي من الأمهات المضحيات الجميلات جدا الذين يريدون أن يحصل أبنائهم على مستوى أعلى من مستواهم ويفعلون كل ما بوسعهم ليربوا أبنائهم بالطريقة الصحيحة بغض النظر عن ظروفهم وبغض النظر عن عاداتهم وتقاليدهم، وأيضا تريد لابنها أن يكون رجلا بحق، فكانت تخبره عن هذه الأمور، لكنه كان فتى لا يعرف شيئا عن الفتيات ولا يعرف حتى كيف يطلق. إلى أن أتى يوم وقد اقترب فيه عيد الحب فالنتاين، لكن في عيد الحب الفالنتاين كان هو لا يعرف شيئا، فكان يسأل عن الموضوع ما هو عيد الحب وما الذي يجري فيه، فقال له أنه في عيد الحب عليك أن تختار فتاة تعترف لها بحبك وهي ستبادلك نفس الحب، لكن تريفر لم يكن يعرف شيئا.
شيئا. وكانت العلاقات في زمنه في ذلك الوقت هي أن هذا الفتى لديه صداقات وأن تلك الفتاة لديها صديقات، فأصدقاء هذا الفتى يقولون أنه يجب عليك أن تواعده وأنعب، ونحن نرى أن تلك الفتاة مهمة وأنها مناسبة لك، وبنفس الوقت يناقشون هذا الأمر مع صديقات الفتاة ويخبرونها بهذا الأمر، وصديقات الفتاة ترى أنه أجل من الأمر الملائم أن هذان الاثنان يجب المعاه، فيناقشانها مع صديقتهم، وبالتالي أصدقاء الفتى وصديقات الفتاة يتناقلون الأخبار ويمهدون الطريق حتى يلتقيان ويتواعدان أو يعترفان بالحب لبعضهما البعض. فبالتالي التقى إحدى الفتيات التي وجد أن هناك طريقة معينة يمكن أن يعترف لها بحبه، وبالتالي تفاعلا مع بعضهما البعض واعترف لها بحبه وقبلته. لكن أتى اليوم الموعود الذي سيجهز به نفسه في فترة الفالنتاين ليقدم لها بطاقة أو هدية أو ورودا ويعبر لها عن حبه أمام الفصل. فيأتي هذا اليوم وتأتي هذه الفتاة وتقول له أن زميلهم الأبيض البشرة اعترف لها بحبه، فبالتالي هي تتقبل حب تريفر لكنها لا تستطيع أن تبادله نفس المشاعر وأنها اختارت أن تحب ذاك الرجل، فأخذت منه الهدية وشكرته عليها وذهبت وعاش هو منسحب. ويبرر تريفر هذا الأمر بأنه إن أتى فتى أبيض لفتاة ملونة وأخبرها أنه يحبها فبالطبع ستذهب مع الفتى الأبيض، فكأنها ارتفعت مرتبة جديدة وأنها محاورة جميلة. لكن كل هذا الأمر بعد أن انتهى من قصر الحب أخبرنا أن نيلسون مانديلا قد أتى وقلب البلدة بأكملها، بينما كان الجميع يحاول أن يصل إلى مرحلة البيض مع مجيء نيلسون مانديلا وانتصاره قلب الوضع كاملا، فأصبح السود هم الطبقة العليا وهم السود هم المتمكنون. لكن لا يزال هناك كثير من الأفكار والكثير من التصرفات التي على نيلسون مانديلا أن يعالجها، فيذكر لنا الكثير من الحكايات التي صارت في وقت مراهقته وهي حكاية مهمة بعض الشيء. فذهب تريفر نوا إلى مدرسة أخرى عند انتقاله إلى مرحلة أعلى في التعليم ويلتقي بمدرسة فيها نفس النظام بين البيض والسود والملونين، لكن تريفر أيضا كان مرفوضا في هذه المدرسة من الكثير من الناس لنفس الأسباب التي تعرفونها من قبل. لكن تريفر نوا كان أسرع طالب في المدرسة دائما، فكان هناك فترة الفسحة كان هو الأسرع للاقتراب من الطابور وشراء ما يريده من الكانتين ثم ليعود مرة أخرى ليتناول طعامه في الفسحة في أي مكان. وكانت مدرسة راقية وحصل فيها على منحة لذلك هو يدرس هناك، فتمكن من التعرف على الكثير من الأشخاص. لكن الطريقة الوحيدة التي قد يعترف بها أحد بوجود تريفر نوا كونه لا أحد يتعامل مع تريفر نوا هي أنه كونهم لاحظون أنه سريع جدا ويصل إلى الكانتين أول واحد أصبحوا يطلبون منه أن يشتري لهم الطعام، فقال لماذا لا أقلبها تجارة؟ لماذا لا تخبرني من قبل بما تريد أن تشتريه وبكم تريد أن تشتريه وأين ستجلس فترة الاستراحة لكي أجلب هذا الطعام لك في مقابل مبلغ مادي؟ فبالتالي يأخذ تريفر النقود ويشتري لهم الطعام لأنه سريع جدا ويناولهم هذا الطعام ويأخذ نقودا مقابل ذلك، فبالتالي أصبح يكسب المال من خدمة الطعام، وهذا أدى إلى وجود شعبية معينة عند تريفر نوا وأدى إلى تشكيل علاقات أكثر، ليست علاقات صداقة ولا علاقات غالية على قلب تريفر، لكن الفكرة أنه وجد لنفسه سببا في هذه المدرسة للوجود والتحدث مع الجميع، وكان أيضا يلقي النكات فكان إنسانا طريفا مع أنه لم يكن جميلا بل كان طريفا وكان الأسرع في المدرسة، فكان صديقا للأشخاص اللطيفين الجميلين، فبالتالي كان دائما ثانويا في الوجود. لكن هذه المهمة التي لا علاقة بالتوصيل مقابل المال جعلته يكسب المال ويشتري بعض الأشياء وبنفس الوقت لديه سبب للوجود لا يمكن الاستغناء عنه. كانت هذه إحدى المراحل. إلى هنا نتوقف في حكاية تريفر نوا، نراكم في الحلقة القادمة لنتابع الحكاية. فأمان الله.